دشنت الأمانة العامة لمجلس النواب برنامج الثقافة البرلمانية لفئة الناشئة الذي يهدف إلى تعميق الفهم والإدراك بإجراءات وآليات عمل السلطات الدستورية وتعميم ثقافة العمل البرلماني والمساهمة في تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب محمد عيسى العباسي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. مرحبا بك معنا في نشرة الثامنة، ولو تحدثنا عن محاور البرنامج وكيف يسهم في تحقيق الأهداف فيما يتعلق بتعزيز العمل البرلماني وترسيخ قيم المواطنة. في البداية أهلا ومرحبا فيكم، وشكرا لكم على تسليط الضوء على ما يقوم فيه مجلس النواب وأمانة المجلس. في البداية حقيقة يعني توجيه وحرص من معالي رئيسة مجلس النواب على إقامة هذا البرنامج بشكل سنوي لإطلاع فئة الناشئة والأطفال على السلطة التشريعية، واللي يعني بدأت أعمالها منذ عام 2002 وكانت مع مشروع سيدي جلالة الملك المعظم، مشروع ميثاق العمل الوطني. طبعا هذا المشروع مهم جدا، لأن احنا نعد اليوم جيل للمستقبل يعلم ما هي السلطات في البحرين، وظيفة كل سلطة في البحرين. هذا البرنامج يعرف الأطفال والناشئة بدور السلطة التشريعية بغرفتينها ومجلس النواب بالتحديد، وما يملكه من أدوات، وماذا يقدم المجلس من تشريعات تحمي هذه الفئة أو حتى فئات أخرى. فانعكاس أعتقد انعكاس كبير جدا بأن يعني يكون الخريجين من هذا البرنامج على دراية وعلم بما تقوم فيه السلطة التشريعية في البحرين. حقيقة منظومة التشريعية في البحرين منظومة تعتبر متطورة بين دول العالم بشكل عام، فيجب إيصال هذا الإرث لهذه الفئة المهمة في المجتمع البحريني. نعم أستاذ محمد، يعني دور مجلس النواب لا شك بأن هنالك دور لمجلس النواب في تعزيز وحماية وممارسة حقوق الطفل والناشئة. لو تحدثنا عن هذا الدور وعن أبرز التدابير والآليات التي اتخذتها مملكة البحرين في هذا الشأن. يعني أبدأ لك أن يعني البحرين لديها منظومة تشريعية كاملة لحفظ حقوق الناشئة والشباب. هذه المنظومة التشريعية يعني انبثقت من استراتيجية وطنية للطفولة انطلقت في 2013. أيضا هناك مؤسسات، مركز حماية الطفل، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أيضا التعاون مع اليونيسيف، مشروع أيضا الحضانة الأسرية، مشاركة اليوم أيضا أطفالنا في البرلمان العربي للطفل اللي ترأسه يعني طفلة بحرينية نفخر فيها. أعتقد أن هذه المؤسسات قامت بدور كبير. كل اللي أعطاها يعني هذا الدور أنها تقوم فيه هي المنظومة التشريعية اللي موجودة، اللي بدأت منذ عام 1970 في أول قانون، وآخرها كان قانون في عام 2021 في هذا الفصل تم إقراره من المجلس الحالي، وهو مشروع العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة. كل هذه المنظومة وضعت على أساس ميثاق العمل الوطني اللي أطلق سيدي جلالة الملك في عام 2001، وبناء عليه انبثق دستور مملكة البحرين المعدل واللي أكد هذه الحقوق. فهناك منظومة كاملة حقيقة اليوم في البحرين احنا نفخر فيها بمؤسساتها، باستراتيجيات اللي موجودة. الاستراتيجية اللي وضعت في 2013 تحقق منها الآن ما يقارب 79%، ومفترض أنها تنتهي في العام القادم في 2023. أيضا فيما يتعلق في اليونيسيف وأهداف التنمية المستدامة، البحرين قطعت مشوار كبير جدا، تجاوز أرقام كثيرة بكثير من الدول اللي بجوارنا. فأعتقد أن هذه المنظومة اليوم توفر الحماية للناشئة والشباب، تعزز لهم دورهم الصحي التعليمي، الصحة المجانية والتعليم المجاني، إلزامية التعليم للطفل. كل هذه الأمور أعتقد أن هي منظومة نفخر فيها اليوم، ويكون جيل قادم مستعد لأن يجابه جميع التحديات في المستقبل. نعم سعادة النائب محمد عيسى العباسي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.